مصدات الرياح. مصدات الرياح هي حاجة مهمة جدا بالنسبة لأي أرض في الجبل حاليا أو في مناطق الاستصلاح الجديدة، ولازم ناخد بالنا من العديد من النقط اللي يجب ان هي تتوافر في انشاء مصد رياح جيد يقدر يقوم بالمهمة بتاعته في الارض اللي ان شاء الله بإذن الله انا هشتريها واللي هبدأ عليها الاستثمار بتاعي، لان مصد رياح هو اساس وعصب اي قطعة ارض في اي منطقة استصلاح جديدة في الصحراء، لان من غيرها صدقني هتمر بمشاكل كتير. خلينا في الفيديو دوت نجاوب على سؤال جاني من اسئلة حضراتكم اللي بتسيبوها تحت في التعليقات، اللي هو المفروض ازرع مصد الرياح قبل زراعة الارض بقد ايه؟ هجاوب على السؤال ده ان شاء الله في الفيديو دوت، بس ما تنساش تعمل لايك للفيديو حتى لو مش هتكمله، سيب لنا لايك، وكمان لو ما اشتركتش في القناة اخرج يلا اشترك وتابع الفيديو لحد الاخر وسيب لنا تعليقك تحت وشوف انت عايزنا نتكلم في الفترة الجاية، ويلا بينا نبدأ الفيديو ده، يلا بينا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. مصدات الرياح، الويند بريكس، مصدات الرياح هو علم وفن ابتكروا أساتذة من الأساتذة العظام جدا في مجال الزراعة، وكان الهدف في إنشاء مصدات رياح جيدة أو تصنيف الأشجار إن أنا أقدر أوصل لمصد رياح قوي وجيد لكل منطقة أنا بشتغل فيها وأنا بستثمر فيها. في الأراضي اللي واقعة على البحار دي ليها مصدات رياح معينة وأشجار معينة، والأراضي اللي موجودة في الصحراء ليها برضو أنواع أشجار معينة، والأراضي اللي فيها ارتفاع لمستوى الماء الأرضي أو فيها نسبة ملوحة عالية برضو ليها أشجار معينة. ما ينفعش نزرع أي شجر في أي حتة وقول إن دي مصد رياح. ناس كتيرة بتقرر كلام قاريينه أو سمعينه على اليوتيوب أو في أي مكان اللي هو ازرع أي حاجة تبقى مصد رياح، ده ما ينفعش، ده علم وفن وليه أسس وقواعد لازم ان انا اتبعها علشان ما بقاش انا برمي فلوس في الهواء وفي نفس الوقت ما اقدرش انفذ مصد الرياح بتاعي الجيد. وبخصوص سؤال السائل اللي ذكر فيه اللي هو المفروض ازرع مصد الرياح قبل زراعة الارض بقد ايه، للأسف الإجابة بتاعته العلمية والصحيحة ان انا قبل او بص قبل ما ازرع في الارض بتاعتي او قبل ما ابدأ اشتغل في الارض بتاعتي لازم انشئ مصد رياح جيد جدا على عوامل كتيرة. هتلاقيني سايب لكم فيديوهين كنا اتكلمنا فيهم عن مصدات الرياح واهميتها وانواعها وفوائدها، هتلاقوني سايب الفيديوهين دول تحت في صندوق الوصف ممكن تبصوا عليهم وتتفرجوا عليهم، دول بقالهم سنة كلام محترم جدا علشان تقدروا تحددوا حاجات كتيرة من اللي احنا نتكلم فيها. وفي نفس الوقت المفروض قبل ما ازرع الارض بالثلاث سنين اكون عامل مصد رياح جيد جدا. طيب دي الاجابه العلميه، هل الاجابه دي هتنفع مع اللي احنا بنعمله في الجبل حاليا؟ للاسف يا صديقي لا. كل الناس او 90% من الناس اللي اعرفها بيلجأوا الى البزرومية ان هي تنزرع كمصد رياح حوالين الارض بتاعتهم، وده من الكلام اللي بيسمعوه من ناس كتيره واللي بيشوفوه من اصحاب المشاتل اللي بيروجوا للبزرومية. وبالتحديد عن البزرومية انا كنت اتكلمت في حاجات كتيره جدا فيها ولكن شهادتي فيها مجروحه علشان الناس قالت انت بتسوق لشجر بتاعك اللي هو المهاجني او ايا كان اللي انت بتسوق له وبتسبب ان انت بتقول كلام مش مظبوط عن البزرومية. بس خلينا اوضح ليك نقطتين. البزرومية هي شجيره مش شجره، سريعه النمو ولكن على حساب حاجات كتيره. بص يا صديقي، اي شجره سريعه النمو ده بيبقى على حساب حاجات كتيره وحساب عوامل كتيره، وطبعا انت في الاول وفي الاخر بتيجي تشوف تجارب الاخرين. محدش زرع بزروميا في ارضه الا وجه بعد فتره اطحى علشان جذورها سببت ليه مشاكل كتيره في قلب الارض وبتبوظ كل اللي حواليها زي الجزورين، ولكن الجزورين افضل على الاقل هو شجره هنستفاد من خشبها مهما كانت عيوب الجزورين، ولكن في الاخر في استفاده من الجزورين او الكافور او اي حاجه هتنزرع ان هي شجره وبينتج منها خشب. انما الفيقس واللي منها الفيقس السعودي او البزرومي او الكينو كاربس ده مفيش منه اي استفاده، بل بالعكس بتلم حشرات وجذورها مؤذيه جدا وبتجري في قلب الارض عشان تدور على الميه بتاعتها، سريعة النمو هتعمل لها غطاء اخضر بسرعه، ده حقيقي ولكن لاحق على مشاكلها. البزرومية ربنا خلقها ووجدها في الطبيعه علشان تنزرع في مكان معين اللي هو حوالين مثلا الظهير الصحراوي لاي قريه او اي مدينه، انا بعمل سور شجري حوالين القريه او المدينه بتاعتي ديت علشان احمي هبوب العواصف والاتربه والزحف الكثباني للرمال
لاتجاه البلد بتاعتي، فانا بزرع عشان كده الاشجار دي وبتتروي بمياه الصرف الصحي، علشان هي كده كده في الاول وفي الاخر بتثبت كثبان رمليه وبتعمل على تقليل شده العواصف، وفي نفس الوقت مش هتاذيني ومش هتخش على اي حاجه عندي. فده المكان الطبيعي اللي المفروض ازرع فيه بازروميا، مش اجي في قلب مزرعتي وجنب وجنب الجار بتاعي اروح حاطط بازروميا. دي مشكله كبيره سواء ليك او لجارك. فهنا المفروض احنا كده بعدنا عن السؤال بتاعنا اللي هو انا قبل ما ازرع المزرعه بتاعتي المفروض اعمل مصد رياح بثلاث سنين. الكلام ده علميا صح، ولكن واقعيا وعمليا للاسف مش مظبوط او مش هيبقى مجزي معانا. يعني ايه انا اشتري الارض واقعد ثلاث سنين لحد ما مصدات الرياح بتاعتي تكبر وبعد كده اشتغل؟ هنا هقدر اقول لك مثلا ايه، تعالى لي كده بالراحه، انت عايز تشتغل في ايه؟ لو هتشتغل في اشجار ونخل والحاجات اللي هي المعمره فده انا باخد ليها اتجاه، ولو هشتغل في محاصيل خضار او النباتات الصغيره اللي ما بتعلاش ده اتجاه تاني خالص. فلو هنيجي نبص، لو انا هشتغل على النخل او هشتغل على الاشجار، فانا وانا بنشئ المزرعه بتاعتي وبعد ما طلعت ميتي ببدا ازرع مصد رياح بتاعي، وببدا اقسم الارض بتاعتي لاحواش علشان يبقى انا حجمت المكان بتاعي محترم، تحجيم محترم، وقللت اثر الرياح عندي ومشاكلها في قلب التربه. وقبل ما اعمل ده كله المفروض المنطقه اللي انا ناوي اشتغل فيها ببقى عارف من المعمل المركزي للمناخ ومن محطات الرصد للمناخ والارصاد اللي حواليها، انا اعرف المنطقه بتاعتي الرياح بتاعتها بتيجي في اماكن ايه وبتيجي من اي اتجاه وفي نفس الوقت موعدها ايه، وعلى حسب شده الرياح وسرعتها انا ببدا انفذ مصدر الرياح بتاعي. جميل، فده هنتكلم فيه برضو بعد كده بشكل مفصل. فانا المفروض اعمل رصد للرياح واتجاهاتها وقوتها وشدتها والاماكن او الاوقات اللي بتيجي فيها في قلب المنطقه ديت علشان ابدا اختار الاشجار اللي اشتغل عليها. دي حاجه مهمه جدا واساسيه. لو هشتغل نخل او اشجار فازرع مصدر الرياح بتاعك وعادي مفيش مشكله، خد وقتك، لان مثلا لو اشجار بنتكلم في حاجه مثلا زي المانجا، الخوخ، كمثرى، الحاجات دي كلها مثلا معايا 3 4 سنين لحد ما ربنا ييسر ويبدا يبقى عندي انتاج. لو نتكلم في النخل فانا معايا 5 6 سنين، والنخل تاثره بالرياح بسيط. الرياح للاسف الشديده بيبقى ليها اثار على النخل وعلى ثمار النخل، وده برضو هنتكلم فيه قدام ان شاء الله باذن الله. فلو هشتغل على نخل وشجر ده انا ازرع عادي مفيش مشكله، ولو هشتغل على محاصيل فهنا بقول لك تأنى شويه وابدا ازرع مصدر رياح بتاعك، وفي نفس الوقت انت بتلجا الى مصدات صناعيه او اللي هي الاسيجه، زي مثلا الجماعه اللي بيزرعوا البطيخ بيجيبوا اللي هو السور اللي معمول من الجريد او من البوص وبيحطوه حوالين الارض وبيحاولوا يقسموا بالارض من جوه علشان يمنعوا زحف الرمال للارض، وفي نفس الوقت بقلل من شده سرعه الرياح علشان ما تاثرش على النباتات اللي انا زارعها. فدي حاجات كلها مهمه واساسيه، فانت حضرتك اللي هتحدد سواء كنت هتشتغل في النوع ده من الاستثمار او النوع دوت. ده ليه شغل وده ليه شغل، ولا دي طبيعه وده ليه طبيعه. ايه هي بقى الاشجار وايه هي الاصناف اللي انا ارشح ان هي تشتغل؟ ده ان شاء الله باذن الله اللي هنشوف مع بعض في الفيديو الجاي باذن واحد احد. بس ما تنساش تعمل لايك للفيديو وكمان تشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وسيب لي تعليقك تحت، رقم التليفون موجود في صندوق الوصف، واتساب شغال 24 ساعه، ابعت استفسارك وتحت امرك في اي وقت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.